تضخم، تراجع القدرة الشرائية، زيادة أسعار الفائدة، وارتفاع الدين العام. كل هذا يؤدي إلى تفاقم التوترات الموجودة أصلاً في العديد من الدول، ويجعل الاضطرابات أكثر احتمالاً وفقاً لصندوق النقد الدولي. وفقاً لمعهد الاقتصاد والسلام، فإن احتمال تعرض بلد ما لاضطراب اجتماعي حاد في شهر معين هو 1% فقط، ولكن هذا الاحتمال يتضاعف 4 مرات إذا عانى منه البلد خلال الأشهر 6 السابقة، كما أنه يتضاعف إذا تعرضت دولة مجاورة لأزمة. المعهد أحصى 84 دولة باتت أقل سلاماً منذ العام 2008، وقال إن 77 دولة فقط تحسن حالها، وارتفع مقياس الاحتجاجات العنيفة بمعدل 50% خلال الفترة ذاتها. حدث هذا في أكثر من بلد عربي في السبعينات والثمانينات، كما أشارتي مصر انتفاضة الخبز في يناير 77، السودان لسه متكررة، تونس والمغرب حصل فيهم أيضا، والأردن أيضا. من الدول التي تستحق المتابعة تونس، انطلق منها ما عرف بالربيع العربي عام 2011، بعدما أحرق البائع المتجول محمد البوعزيزي نفسه بسبب الغلاء. كان الفئات المهيمنة على السلطة السياسية تريد أن تزيح كل عبء تحمل الأزمة على الطبقة الوسطى والفقراء. الطبقة الوسطى والفقراء عندهم بديل يسمينا بديل الملاذ الأخير، إنه يستدير ويقول لك لا أنا لم أعد أحتمل، ينزل الشارع. الصورة كما نعرفها جميعا، وده بيعقبه أشياء كثيرة. مصر، وجد البنك الدولي أن النمو الذي تحقق في النصف الأول من العام المالي الجاري في البلاد تباطأ بشكل مفاجئ في ظل تصاعد معدلات التضخم وانعكاسها على أسعار السلع. شريف العيش ده المفروض لا مساس به، غلى ربع جنيه في البنزين ولا نص جنيه، الناس تتغلى علينا نص جنيه وبالجنيه في المواصلات. السودان شهد العديد من الانتفاضات والانقلابات، وتبقى انتفاضة العام 85 من أهمها. وإيه اللي يخلي دول تانية، وده سؤال حضرتك، اللي يخلي دول تانية لا تستطيع أن تنجو بتواجه مشاكل كبيرة زي السودان، لبنان، اليمن، سوريا، ليبيا، جنوب السودان، دول جنوب الصحراء الأفريقية. في لبنان طرح رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أخيراً تعديلات على خطته المالية تقضي باستخدام فوائد الموازنة العامة لسد عجز المصارف، مما يتعارض مع اتفاقه مع صندوق النقد الدولي للإصلاح والقاضي بعدم المساس بأموال المودعين. كمان بيلحقوا على الخبزة، هيدا في شيء منه طبيعي. بلبنان هأبكي تحت خط الفقر، ما في شيء، أنا شو بدي أقول لك، وضع زبالة. لما نبص على الدول اللي بتمر بأزمات غذائية هتلاقي معظمها دول لديها مشاكل أصلاً اقتصادية أكبر بكتير، والمشاكل الاقتصادية دي إنه هيكل الاقتصاد نفسه هناك في عوار كبير وفي خلل كبير جدا. صندوق النقد الدولي قدر في أيار مايو أن الاضطرابات الاجتماعية سجلت أعلى مستوى لها منذ بدء الوباء. وفقاً لتقديراته يبلغ متوسط الدين العام نحو 70%. إذا كان يعني لي أن أوجه نصيحة إلى من يتولون الشأن العام في جزئنا من العالم، وأنا أقصد العالم العربي، عليهم أن يعيدوا قراءة التاريخ جيداً، ولا يستهينوا بقدرة الناس على التململ بدرجات مختلفة من التصعيد ضد غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الأعمال. هذه المخاوف تترك صداها في المنطقة العربية، حيث التجارب غنية ومريرة في آن واحد. سهى زين الدين، BBC.